السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. قبل 66 مليون عام كانت تتواجد الديناصورات بشكل كبير على كوكب الأرض. إنها واحدة من أكثر الحقب الزمنية حرارة في تاريخ الأرض. لم تظهر بعد الجبال الجليدية وكل شيء خصب وأخضر، والديناصورات تجوب الأرض تلتهم النباتات والأشجار المزهرة ويتبعها صغارها بالقرب منها. لكن ما حدث بعد ذلك شيئا صعبا للغاية، حيث ضرب الأرض نزق عملاق أدى إلى انقراض الديناصورات من على وجه الأرض. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا ما حدث بعد انقراض الديناصورات بعشر دقائق. إن حاولنا تخيل العالم القديم سيكون من شبه المستحيل ألا نتخيل الديناصورات فيه. تلك الكائنات التي تتنوع بين الضخمة والأصغر منها حجما والقادرة على فرض سطوتها على العالم، فقد سيطرت على العالم لمدة 150 مليون سنة. والآن يمكننا أن نجد العديد من حفريات الديناصورات الضخمة في العالم. وتنقسم الديناصورات إلى ثلاثة أقسام: قسم نباتي يأكل العشب، وقسم لحم يأكل اللحم، وقسم نباتي ولحم يأكل العشب واللحم معا. بالإضافة لاختلافاتهم في نوع الحركة، فبعض الديناصورات أرضية وأخرى منها طائرة، وكان وجه التشابه بينهما في طريقة صنع الأعشاش لوضع البيض. ضرب النيزك الأرض قبل 66 مليون عام في نهاية العصر الطباشيري، حيث كان يبلغ حجم هذا الوحش الكون المتجه نحو الأرض حجم جبل إفرست، وبعرض 9.5 كيلو متر على الأقل، وبوزن يصل إلى 460 تريليون طن. وكان يقترب هذا النيزك الملتهب بسرعة 20 كيلو مترا في الثانية، متجها مباشرة نحو شبه جزيرة يوكوتان الموجودة حاليا في المكسيك. ويمكنه بهذه السرعة السفر من لوس أنجلوس إلى نيويورك بأقل من 4 دقائق. فاليوم هو بمثابة بداية لواحد من أكبر أحداث الانقراض في تاريخ الأرض، حيث تجهل هذه الزواحف الضخمة الكثير مما سيحدث، حيث ستبات 75% من جميع الحياة على كوكبنا. بالفعل ارتطم النيزك بالأرض، وقد حدث انفجار يفوق انفجار أكبر بركان حصل على الكوكب ب100 مرة تقريبا، وأتبعه شعاع قوي جدا أشبه بشمس أخرى على الكوكب. تمددت الأرض وانتقلت موجة الصدمة لآلاف الكيلومترات، الأمر الذي أدى إلى انقراض الديناصورات وتسبب في حدوث زلازل وأمواج مد وجزر عاتية تسونامي، تسببت في دفع مياه البحر إلى مسافات بعيدة داخل القارات المحيطة بالبحار. وربما حملت هذه المياه لدعودتها للبحر مرة أخرى بقايا نباتية متفحمة وحرائق في الغابات، واندلعت النيران في أودية الأنهار وإطلاق كميات هائلة من الكبريت، مما تسبب في تغيير مناخ الأرض أنذاك وحجب ضوء الشمس جزئيا بشكل يشبه الأجواء عقب ثوران البراكين. بالتالي قلت نسبة الأكسجين بصورة كبيرة جدا، مما يؤثر على انخفاض التمثيل الضوئي لدى النباتات وانهيار السلسلة الغذائية. حاولت الديناصورات أن تبقى على قيد الحياة بالهرب لكن دون جدوى، فأين تختبئ من هذا المصير المحتوم؟ فلم يمر أكثر من 10 دقائق منذ أن فزع قطيع الديناصورات جراء أول صدمة تسبب فيها الضوء، وأصبح جميع أفراد القطيع موتى الآن. وبعد مرور 10 دقائق من موت الديناصورات كان الوضع أسوأ، فالحرائق تواصل التهاب وتخريب كل ما هو في طريقها، والقلة القليلة المتبقية من بعض الحيوانات والديناصورات تحاول الهرب للتمكن من وجود مكان آمن ومجهول، ولكنها علقت في مستنقعات عميقة وصعبة الهرب، وكذلك عانت من التنفس لنقص الهواء وانقراض العوالق النباتية، حيث انهارت السلسلة الغذائية في البحار والمحيطات، وماتت معظم الكائنات البحرية بسبب قلة
التواجد الغذاء الأساسي، وكذلك الحيوانات الخارجية لا تجد ما تأكله بعد اختفاء النباتات التي تتغذى عليها، مما سبب خلل واضح وملموس في أعداد الحيوانات بل في تواجدهم أيضا. كانت النباتات الفئة الأكثر حظا فيما دمر العالم كله، حيث استطاعت البذور وحبوب اللقاح النجاة والنمو مرة أخرى في جو معتدل أكثر. لذا ومن أول النباتات التي ظهرت كان نبات السرخس، حيث حملت الرياح بذوره ونطرتها في كل أنحاء الأرض على مدى 10 سنوات، ثم تبعه النخيل، وأصبحت النباتات الجديدة التي قامت تنتج كمية لا بأس بها من الأكسجين، والذي ساعد الحيوانات الصغيرة ومن بينها الزواحف مثل السلاحف والثعابين البقاء على قيد الحياة. ولكن هل هناك ديناصورات حية حتى الآن؟ الغريب هنا هو قدرة بعض الديناصورات الشبيهة بالطيور على النجاة، أما عن أنواع الطيور الأخرى فقد تطور شكلها لما نحن عليه اليوم، وكذلك التماسيح نسل من الديناصورات. ومن الممكن أن يتردد سؤال في خاطرك الآن، هل يمكن للبشرية أن تنجو من مثل هذا النزاك؟ أولا حمدا لله أننا لم نكن موجودين في مثل هذا الوقت، فهذا رحمة من الله. ولكن إن حدث ذلك فتواجدنا في هذا العصر المليء بالتكنولوجيا الذكية الكثيرة، فعند مجرد اقتراب النيزك من الكوكب سوف نكون لدينا علم قبلها بفترة كبيرة جدا، ولن نضطر لمعايشة كل هذا. فمن الممكن أن نختبئ تحت الأرض في الأعماق ومعنا أطعمة تكفي العام على الأقل، فبالاستعداد المناسب وتواجد العنصر البشري فتتمكن الأرض من أن تنجو. أما عن النباتات والحيوانات فيوجد منشأة علمية لتخزين البذور في 40 طابق تحت الأرض، وبها أنواع متعددة من البذور، وتم اختيار هذا الموقع لانخفاض النشاط التكتوني ومناخ هذا المكان أيضا، فيكون الحفاظ على الحيوانات هو الأصعب. وهناك احتمالات من نجاح الهندسة الوراثية وعملية الاستنساخ، ومع ابتكار تقنيات عديدة كالاستنساخ أصبح من الممكن قيام عالم مجنون كما تظهره الأفلام باستنساخ ديناصور. وفي هذه اللحظة قد يصبح العالم أمام دخول عصر جديد، حيث قد تعود هي للحكم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.